بسم الله الرحمن الرحيم. نائب عمر محروس، نائب كفر الدوار. طبعا في البداية بهان معالي الوزيرة بمرور عام على توليها هذه المهمة، وهي بسم الله ما شاء الله كأول امرأة تتولى منصب محافظ أثبتت فعلا جدارة في توليها كافة المشروعات على مستوى المحافظة، إنجازات سباقة في جميع المجالات، نشاط دؤوب في جميع الأنشطة داخل محافظة البحيرة، من القيادات فعلا اللي تستحق كل تقدير واحترام. بنهني السيد الرئيس على قرب انتهاء الولاية الأولى له، وإن شاء الله يعني مع السيد الرئيس في ترشيح الولاية الثانية، لأن هو الرجل المناسب فعلا في المكان المناسب. وعاوز أقول له من هنا من قلب محافظة البحيرة إن محافظة البحيرة رئيس في ظهرك بشعبها بنوابها بمسؤوليها، لأن فعلا يعني دايما بنقول إن السيد الرئيس السيسي هو هدية ربنا للشعب المصري في هذه الظروف الصعبة. الراجل اللي حط فعلا رقبته يعني في كافة الشعب المصري. الشعب المصري مش هيخذل السيد الرئيس زي ما السيد الرئيس ما خذلش الشعب المصري. ان شاء الله احنا هنشوف انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، هنشوف حشد كبير جدا من الشعب عشان نوجه رسالة للعالم الخارجي ونقول له ان مصر كلها بكل طوائفها وراء السيد الرئيس. شكرا شكرا, شكرا سيد النائب عاصم مرشد. نائب كوم حمد، طبعا النهاردة احنا بنحتفل بمرور عام على تولي السيدة المحافظة قيادة محافظة البحيرة، ودي تجربة رائدة، واحنا بنثمن التجربة دي يعني بنتمنى انها تتكرر. فعلا هي فيها نجاح وتقدم الفترة اللي فاتت، واحنا طبعا مع ايدينا في ايدين بعض مع السيدة الوزيرة ان شاء الله عشان نكرر التجربة دي والنجاح في محافظة البحيرة ان شاء الله. طبعا بالنسبة للنهاردة نحكينا عن انتخابات الرئاسة، احنا طبعا كنواب للبحيرة وكمحافظة البحيرة دايما خلف الرئيس، لأن فعلا احنا شفنا انجازات على ارض الواقع، نتمنى انها فعلا تستمر، والمرحلة الثانية ان شاء الله باذن الله الدورة الثانية تكتمل بالانجازات على ارض الواقع. شكرا. النائب عصام الفقي عن دائرة بندر ومركز دمنهور. احنا بنهني معالي وزيرة محافظ البحيرة الباشمهندسة نادية عبده بمرور عام على توليها المنصب. يمكن انا بشكرها على التعاون المثمر بينها وبين السادة النواب المحافظة والانجازات اللي تمت في عهدها في خلال عام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مشروعات عملاقة، من محطات صرف صحي ومحطات معالجة، من تقنين أوضاع أملاك الدولة، من الشغل اللي اتعمل في رشيد، الشغل اللي اتعمل في وادي النطرون، الشغل اللي اتعمل في مدينة دمنهور. إن شاء الله بإذن الله العمل مستمر على قدم وساق في الفترة القادمة. بنشكرها على إن كان إحنا حاسين إن في شغل وجهد معمول في محافظة البحيرة من خلال تفانيها والشغل المثمر لخدمة أبناء محافظة البحيرة. شكرا سيادة. بحب أهني المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمناسبة مرور عام على توليها المسؤولية، وحقيقة على قدر المسؤولية، وكل المحافظات التانية يمكن بتحسدنا عليها. محافظة البحيرة بالمهندسة نادية عبده محافظة متميزة جدا، وإن شاء الله نأمل منها المزيد. شعب البحيرة شعب طيب وبيستنى منها المزيد إن شاء الله في كل المجالات. هي بدأت ومحتاجين إن شاء الله نكمل ونحب. النائب محمد عباسي عن دائرة رشيد، ورشيد دي مدينة ساحرة، مدينة سياحية وأثرية، إيه اللي تم على أرض الواقع عند حضرتك؟ عندنا مشروعات كثيرة، مشروع التطوير بدأ من سنة 2008، يمكن الرئيس ادانا شرط البدء باستكمال مشروع التطوير في مؤتمر الشباب الرابع في اسكندرية. بيتم دلوقتي دراسات مع المكاتب الاستشارية على أعلى مستوى لتنفيذ مشروع التخطيط مشروع التطوير لاستكمال مشروع التطوير، وإن شاء الله نستكمل الفترة الجاية، لكن ما بينا مشكلة الاعتمادات المالية. وإن شاء الله الانتخابات الرئاسية المقبلة نحب نطمن إن شاء الله القيادة السياسية نحن في ظهرها القيادات الشعبية والتنفيذية، وإن شاء الله تكون محافظة البحيرة من أكبر محافظات المشاركة في الانتخابات إن شاء الله. شكرا شكرا سيادة النائب. شكرا سيادة النائب.
الوزير يعني نائب خالد ابو خطيب عضو مجلس النواب دائره ابو المطامير وحش عيسى. هذه مناسبه طيبه لا شك، والسيده الوزيره المهندسه ناديه عبده محافظ البحيره بتبذل قصارى جهدها في خدمه اهالي المحافظه عموما، واحنا بنحاول نساعدها في تدبير بعض الاعتمادات الماليه للمشروعات اللي موجوده في المحافظه، وهي متواصله معنا بشكل جيد جدا. وايضا لما بيكون في اعتمادات ناقصه ولا بتاع بتتواصل معنا لتدبيرها، واحنا من خلال موقعنا، انا عضو في لجنه الخطه والموازنه، من خلال موقعي في اللجنه بنحاول ندبر الاعتمادات سواء من وزاره الماليه او من وزاره التخطيط لمساعده السيده الوزيره. وايضا لها يعني جولات ميدانيه في محافظه البحيره، اخيرا كان عندنا في مركز ابو المطامير الاسبوع الماضي، زارت المستشفى العام وقدمت العزاء للمتوفين لاهالي الغيثه عندنا في ابو المطامير، وزارت مزرعه الانتاج التجاري. طب انت ايه راي حضرتك ان في بدايه تولي معالي الوزيره كان في البعض معترض بيقولوا ولا امورنا ومش ولا امورنا؟ هي محافظه البحيره محافظه ريفيه فيها قبائل عربيه موجوده، يعني بيبقى امر مش مستساغ عندهم ان يبقى في محافظه وزيره، يعني وزيره مع انها تجربه ناجحه جدا، بالرغم من ذلك ان التجربه بفضل الله هي مقدرتها الشخصيه وقوتها الشخصيه اثبتت ان هي قادره على تولي محافظه كبيره زي محافظه البحيره، واحنا نتمنى لها التوفيق. طب رأي حضرتك الشخصي؟ رأيي الشخصي سألها هي ما شاء الله يعني متعاونة معنا جدا. طيب أشكرك سيادة النائب.